بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحصة اللي فاتت يا شباب وصلنا عن قواعد اللعبة، وانتم طبعا عارفين هذا الشيء المقرف اللي صار متعودين عليه من بيرسون. ايش هو؟ راح يجيك يقول لك احكم لي على اللعبة الفلانية، او اعطيني لعبة من الالعاب زي ما قال لك احكم لي على الصفحات، اعطيني صفحة من الصفحات واحكم لي عليها وقيم لي اياها ومش عارف شو، شوف لي الحبكة، شوف لي القواعد، وشوف لي كذا. واضح؟ فهذا الاشي بتعرفينه الان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وصلنا يا شباب عند التحديات، ولازم انت اللعبة يكون فيها مجموعة من التحديات، لانه هو فعليا الشيء الاساسي اللي بخليك ايش ترغب في ايش في لعب هذه اللعبة. يعني واحد يقول لي يا استاذ في لعبة بدون تحديات بمشي فيها، لا فيها مغامرة ولا فيها قتال ولا فيها حصول على النقاط، فهذا شو استفدت من هاي اللعبة؟ ما راح تشدني، ما راح تشدني. لازم في شيء عنصر أساسي في اللعبة يتعلق بالتحديات حتى إنها إيش تسمح لي. أكثر الألعاب استخداما هي الألعاب التي فيها التحدي كبير، وأكثرية الناس طبعا أدمنت على الببجي، فبتعرف شو يعني تحدي، قتال أو صراع بين الناس، فهذا بخلي إيش تحدي. فتشير التحديات المشكلات التي يتعين على المستخدم حلها، أو المهام التي يتعين على المستخدم إكمالها داخل اللعبة. أنت الآن قبل شوي حكينا فمعارك بين مستخدم وآخر، أو بين مستخدم وعدو يتحكم فيه الحاسوب، هاي برضو يا سيد عزيز من التحديات، أنت بدك تنتصر في المعركة. الألغاز أو الألعاب برضو هاي التحديات، زي لعبة التشيس أو غيرها اللي لعبة الشطرنج، فكل هذه التحديات. الحدود الزمنية والإجراءات، بدك تلم نقاط في ضمن حدود زمنية معينة، هذا كلها من التحديات. الغايات، شو مقصود بالغاية؟ الهدف، الأهداف الرئيسية للعبة التي يحتاج اللاعبون إلى الوصول إليها. شو غاية لعبة فيفا؟ إنك تأخذ الكأس لعام الدوري، صح؟ تجمع اللاعبين الجديد، هاي تجميع اللاعبين اللي هي صوت أنت مثلا كل ما تتقدم في اللعبة، وطبعا مسجل عندك حساب في السوني، نعم، بصير تشتري لاعب وبتلم مكانش هاي بالنسخة القديمة. فهذا يا سيد عزيز من ضمن الغايات اللي بدك تحققها، انك تشتري اللاعب الفلاني، تشتري اللاعب، وبالاضافة للحصول على نقاط اعلى او تحصل على الكاس اذا كان عندك اللعبة شو اسمه دوري. يجب ان يتضمن هذا العنصر كيفية اكمال المستخدم للعبة، وهذه مهمة جدا. انت رجال عندك الغاية، هذه الغاية اللي يسعى المستخدم لإيش؟ لا الوصول إليها، وغالبا ما تكون هي إيش؟ إشارة لإكمال مين؟ اللعبة. يعني أنت رجال دخلت فمثلا في الفورتنايت، شو الغاية من الفورتنايت؟ يعني أنت بتلم نقاط، وكم مرحلة؟ فيش مراحل. طب متى بتنتهي فترة زمنية؟ إيش؟ يعني لما اكون اخر واحد عايش. احسنت، يعني مرتبطه بموعد زمني مش محدد طبعا، ولكنه الزمني هو انه لك لما يموت كل اللي معاك وتبقى انت الوحيد، هذا هو المنتصر بكون. طيب، الاهداف تشير الى الاهداف الصغيره التي تعين اللاعب الوصول لها اثناء اللعبه من اجل تحقيق الهدف العام. يمكن ان تتضمن اهداف الهدف لكل مستوى فردي او غرفه داخل اللعبه، يعني قصده مراحل. فانت الهدف في المرحله شو؟ المرحله مثلا هذه شو الهدف منها؟ يعني اضرب لك مثال بالعاب قديمه، الهدوم او الهيتسن، شو كان الهدف من المرحله هذه؟ الحصول على المفتاح، مفتاح مين؟ الباب، الباب مغلق، فبتقتل الوحوش، تروح على الغرف تفحصها حتى تاخذ المفتاح وتروح تفتح الباب. فالهدف في هاي المرحله الحصول على المفتاح حتى انتقل لمين؟ طيب، هلا في لعب ثانيه كان توصل تحصل على الياقوته في هذه المرحله، لازم تدور وتكسر الجوار وتقتل الوحوش حتى توصل وتلاقي مخبي لك في مكان لا يخطر على بالك، تحصل على ياقوته، انتهيت وانتقلت المرحله. فهذا هدف من الاهداف. يمكن ان يكون احد اهدافه العثور على كائن معين ينقلك الى او ينقل المستخدم الى مستوى او غرفه اخرى، فهذا يا سيد عزيز، أو العثور على رمز سري. فكل مرحلة لازم يكون لها هدف، كل مرحلة لها هدف. آليات اللعبة، شو المقصود بآليات اللعبة؟ السلوكيات التي تملي كيفية لعب اللعبة وكيفية تفاعل المستخدم. أنا رجال الآن بلعب لعبة،
بقول لك هذه انت كيف بدك تتفوق على هذا الوحش؟ بقول لك لازم انا اعمل كذا، لازم استخدم السلاح الفلاني، لازم كذا، لازم استعوض لان هذا السلاح ما بينفع معه، بدي استخدم سلاح ثاني، بدي احاول اجيله من ورا، بدي احاول. هاي اليه ايش اللعبه مثلا، هاي احدى نقاط اليه اللعبه. في هاي الاليه بتحدد لك الاشياء او الاجراءات اللي بدك تتم او بدك تتخذها حتى تحافظ على ايش مستواك في اللعبه، او حتى يعني تفاعلك مع اللعبه. انت الان لما تلعب بالفيفا مثلا او البيس، شو اليه اللعبه في الفيفا؟ الكوره مظبوط، بدك تتبعها، بدك تسيطر عليها، بدك تلف على اللاعب، بدك تفاوضه، بدك 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 بدك. هاي اليه اللعب. طبعا تتعلق اليه اللعب ببعض الامور، اجراءات اللاعب، يعني الطريقه التي يلعب بها المستخدم، لانها بتتطلب اليه اللعب تفاعل من مين؟ من المستخدم او من اللاعب. وبالتالي انت طالما بتمسك الجويستيك وتقعد تلعب، هذا التفاعل هذا اسمه اليه، عمالك بتدور على طريقه تعدي حتى توصل للهدف وتدخل الجول. فكيفيه تحركهم هذا باليه اللعب، مثل المشي او الجري او القفز. زي الصبوي انت قاعد تقفز ايش فوق القطار عشان ما تصطدم بالحاجز، انت بتقفز فوق كذا الاوبستكلز اللي هي الحواجز هذه اللي حاطينها. فكل هذا يا سيد عزيز تعتبر من اليه اللعب، من الاجراءات او من التفاعل المستخدم الذي يجب ان يتخذه حتى ايش يتفوق او يتخطى العقبات. ماذا يفعلون عندما يصادفون اشياء مختلفه؟ لما تشوف لك شيء مختلف هذا بدك تغير آلية، صح؟ يعني انت عندك لاعبين مثلا مستوى الديفنس تبعهم عالي، وفي لاعبين مستوى الديفنس تبعهم ايش قليل، تبع الديفنس القليل لا راوغته بالحكاش وتمشي ماشي. اما لما يكون مستوى عالي بدك تدور على آلية اخرى، بدك تفاعلك يختلف شوي عن تفاعلك مع اللاعب الاخر. فهي معنى آلية. فكيف يكملون المعارك او الهجمات؟ انا رجال دخلت في معركة، كيف بدي اتفوق على هذا الوحش؟ زي في تكن، تكن كل ما تطلع مستوى كل ما زاد ايش مستوى اللاعب الخصم اللي امامك. ففي الحال الاليات مش راح تكون تقليدية، لانك لو ارتبطت التقليدية ارتبطت في المستوى اللي قبل راح تهزم. واضح يا زيد؟ لعب التكن ممتاز. نظام التسجيل، شو مقصود بنظام التسجيل؟ انت اليوم الالعاب عشان ما تفقد، كان زمان ألعاب أول ما نزلت إذا خسرت بعد ساعتين من اللعب بدك تعيد من أول. فيش تشيك بوينت، أحسن. هلا في تسجيل، ولا اللي بلعب على الكلاود زي السوني كذا لا هو بحتفظ لك وين وصلت وكين كذا. فاليوم معظم الألعاب، وهذا السبب استخدامنا للحواسيب ومنها البلاي ستيشن أو الإكس بوكس، لأنه البلاي ستيشن والإكس بوكس كل ألعابها لازم تحتفظ في مين؟ بتخزن بتسيف الميموري. اما الالعاب اللي قديمه ما كان فيها ايش؟ ما كان فيها سيف. فهون التسجيل شو بيسمح لك التسجيل؟ لما تسجل باسمك مش بس بيسمح لك انك تكون عارف المرحله اللي وقفت عندها، ايضا النقاط اللي حصلت عليها، يعني التقدم الذي يحرزه اللاعب. يمكن ان يتخذ هذا النظام العديد من الاشكال المختلفه، مثل النتيجه. نعم، يعني انا اليوم تعبت دخلت في دوري وتعبت بدي اكمله بكره او بعده، فأنا مسجل باسمي او مسجل وفي ميموري في البلاي ستيشن، ثاني يوم برجع بعمل ريستور للنقطه وببدا من اللي وقفت عنده ماشي. طيب انا الصبوي مثلا بدي اتوقف، هلا انا داخل بحساب خلص مفيش مشكله، وقفت عند المرحله بدي اتوقف، بطلع ثاني يوم ثالث يوم بكمل وهكذا. واضح؟ فالتسجيل مهم، انك تسجل باسمك او كذا حتى تحتفظ بالنقاط اللي تحصل عليها وبالمراحل اللي وقفت عندها. فعندك هنا برضه من ضمن الفوائد النتيجه مستدامه للنقاط، اللي هي تتضمن القواعد ما يلي: كيفيه زياده النتيجه، انه انا رجال وقفت لميت مثلا او فزت على ثلاث انديه او وصلت عند هذه المرحله وحصلت على هذه النقاط، طيب كيف بدي ازيدها. وفي عندك ايضا مؤشرات بنظام التسجيل كيفيه انخفاض النتيجه، مثلا زي كيف عندي مؤشرات انخفاض النتيجه. يعني رجال مثلا بلعب تكن، تتذكروا البروكس بار طاقته هذا تناقص ماشي. فأنا رجال وقفت سيبت وطلعت ورجعت ثاني يوم، فهذا من ضمن الإجراءات، من ضمن آسف نظام التسجيل فوائده، أنه بيعطيني كيفية انخفاض النتيجة، يعني البروجرس اللي هو أني أنا مرتفع أو منخفض، طاقتي عالية أو منخفضة. فهذا المقصود فيه، فهو نفس البروجرس اما للنقاط واما ايش للانخفاض.
شروط الفوز، وهي دائما لازم تكون دائما واضحة بالنسبة لك. يجب أن تتضمن ألعاب الحاسوب نقطة تنتهي فيها اللعبة. قلنا مبارح أو أول مبارح آسف أنه ما في عندي اللعبة اللي ما إلها نهاية بتكون مملة، وشرحنا ذلك في الهكسن أو الدوم. آخر مرحلة لما توصل خلص للقلعة الرئيسية تبعت الوحوش لن تستطيع مستحيل تتغلب عليهم، لأنه اللي بموتوا بيجي إيش مكانهم، بيجي ممكن بدك تقعد نص ساعة ساعة وانت تلعب وتقتل، وانت طبعا تنقص ايش من طاقتك بتدبل. يعني هي صراحة نهايتها كانت مقرفة، يعني ما في ابدا لها نهاية. هاي الدوم او نكسن القديمات، طبعا الدوم لسه موجودة. سمعت الدوم حدا لعبها؟ لحد الان هي موجودة، بس لما نزلت القديمات كانت ثورة ثورة لانها من اللعب الثري دي. وانا يعني ما بديش اضيع وقتكم. اذا شروط الفوز لازم يكون واضحه، وعند الوصول الى درجه معينه بدنا نعرف انه اذا وصلنا لهذه الدرجه خلاص فزنا او انتهت اللعبه. عند الوصول الى مستوى او نقطه معينه في اللعبه عند انتهاء القصه. واليوم معظم اليوم الالعاب خصيصا اليابانيات منها بتعتمد على القصه كلهم صح؟ في العاب يعني على القصه احسنت. وبعضه هي هدف، قلت لك الهدف هو شد اللاعب، لانه في النهايه حبيبي زي ما قال لك هنا في ملاحظه واحنا عارفينها طبعا، انه حوالي في سوق الالعاب، كم سوق الالعاب بياخذ من السوق العالمي؟ حوالي 7 أو 8 مليار دولار سنويا على مستوى العالم. فاكيد في شركات راح تحاول تتنافس على 7-8 مليار دولار سنويا. وقلت لكم في واحد من الاردن بعرفه، زلمه كان مش لاقي شغل، وفجأة الزلمة لقيته منزل سيارة الله يبارك له. ولما سألته كان بس وقت هذا الحكي قبل 12 سنة، قال منزل لعبة وعدد المشتركين وصلوا 50,000. وأكبر طبعا مثال اللي انتم شفتوها جواكر. جواكر هذه قديش انباعت؟ 2 أردنيين لموا 50 مليون، انباع لشركة سويسرية أو والله ماني عارف أي شركة انباع. اللي بعرفه أنه 130 مليون انباع فيه 50 مليون. فأنا قصدي من ناحية دي أدوار اللاعبين، إذا كانت اللعبة متعددة لاعبين فقد يحتاج كل لاعب الحصول على دوره في اللعبة. أعطوني مثال للعبة بتتوزع الأدوار، يعني أعطوني لعبة شو الأدوار؟ أدوار واحد ضد واحد مش عارف إيش، كله واحد في القصة كله. ممتاز، يعني الأدوار اللاعب هو بيروح لدور معين بقدرات معينة، مش كلهم نفس القدرات. ممتاز. فهنا يجب أن يفكر المصممين اللي بدهم يصمموا أدوار اللاعبين كيف يتم تحديد ترتيب اللاعبين، يعني مين اللي بده يأخذ هذا الدور من هذا الدور. طبعا عادة إما بكون عشوائيا أو بكون بالترتيب الذي يتم فيه توصيل وحدات التحكم، يعني اللي أنت وصل بالأول أو اللي دخل أول هو بيختار اللاعب اللي بده إياه. كم من الوقت يحصل عليه كل لاعب؟ هل كلهم نفس الشيء ولا لا؟ هذا اللاعب ممكن يحصل على وقت أطول، يطلع فترة معينة، يدخل مرحلة معينة. كيف تؤثر تصرفات احد اللاعبين على اللاعب الاخر؟ قد يتمكن احد اللاعبين من منع لاعب اخر من الحصول على دوره. انت رجال بلعبه الادوار عاده لما يصاب في وحش معين فبصير كل واحد الان حسب ايش قدراته بده ايش، او القدرات اللي عنده بده يحاول ايش يستخدمها في قضاء على فمرات بقول لك لا اترك اللاعب الفلاني، اترك فلان هو اللي ايش يستخدم معه لانه هذا اقوى. مرت عليكم هاي اللعب؟ كان في لعبة ناس اسمها في بلاي ستيشن 2، فريق من 4، كنا نلعب 4 بالكونسول، وكان كل واحد له قدرات يقول له يا فلان اعمل كذا يا علان اعمل كذا. او اذا كان في واحد من 4 يكون كل واحد فيه عنده احسن سلاح. واحد كان الريح والعياذ بالله، هي طبعا برضو لعبة شركية، كان واحد سلاح الريح، الثاني اعصار، لا هو الاعصار والريح، كان الثالث. المهم كل واحد يستخدم سلاحه ايش زي هيك. ما مرت ايش اسمها اللعبه هاي يا شباب؟ بس اعطيك مثال على انه ترتيب ادوار اللاعبين. اذا كان الوحش مثلا في موقع معين او في شيء معين، مثلا الريح تاثر فيه والنار تاثر فيه. نعم 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 نعم. هاي اللعبه لعبناها زمان بس بلاي ستيشن 2، بس ناس اسمها النار. اسمها افاتار. افاتار افاتار؟ لا افاتار جديد. افاتار هاي مي
افاتار يا شباب بالنسبه لنا هاي بالنسبه لي انا جيلي تعتبر جيلي بعد فيلم افاتار. انت بتحكي عن فيلم افاتار ظهرت بعدي؟ لا هذا احنا قبل فيلم افاتار. قبل لا لا افاتار مش بالتسعين يا شباب. الالعاب اللي فيها والعياذ بالله شيء من حظه، ما في شيء اسمه حظ، طبعا كله بامر الله. وانا اخطات المره اللي فاتت لما قلت لك بيرسون لا تترك شيء للصدفه، ما في شيء اسمه صدفه طبعا، هذا صدفه والعياذ بالله عند مين؟ عند المتكلمين او الفلاسفه، لكن عند الدين في ديننا ما في شيء اسمه صدفه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك ما كان ليصيبك، ما في شيء اسمه صدفه. الان بهاي الالعاب النار في اللعبه لاضافه عنصر عشوائيه وعدم اليقين، يعني انت مش متاكد انك فعلا راح تنجح او تكسب حتى لو عندك قدرات. زي في ايش لعبه عندنا بتعتمد بالصدفه؟ لعبه النار، كان زمان هذه لعبه قديمه اللي هي زي الطاوله، نعم زي الطاوله. زي الطاوله، وهاي عمر ما فهمتها وما لعبتهاش، كانت جاي محل كانت نازله على الكمبيوتر وما حاولت ادي اتعلمها. كانت شبيهة بمين؟ بالطاولة، ولكن هي مش طاولة. خلصنا. عندك هون نشاط، هون طبعا إذا كان الفائز متوقع منذ مرحلة مبكرة من اللعبة، يعني في ناس إذا بتعتمد على قدراتهم زي لما نلعب دوري. كان الدوري مش زي الكاس، الكاس أحسن. ليش؟ أنا الدوري مقرف، ليش؟ أنا ممكن واحد يفوز خلص حلم نقاط قد الدنيا. ما فيش داعي أصلا نلعب بقية المباريات لأنه أخذ الكاس. اخذ يعني الدوري ماشي. اما الكاس لسه خروج المغلوب لسه في شويه اثاره، واضح. واحد لم لي اول 36 نقطه ولسه الشباب اقرب واحد من منافسي 24، خلاص انتهى الدوري انحسم. احسنت. فهنا في الشمال النرد، لا النرد ما في، تعتمدش على القوه، بتعتمد والعياذ بالله على الحظ اذا كان في حظ، بس ما فيش حظ كله بامر الله. النشاط عند العمل مع زميل، فكر في ثلاث انواع مختلفه من العاب الحاسوب، مش قلت لكم التي لعبتها؟ قم باعاده انشاء هذا الجدول اكماله. اللعبه النوع والنمط الرسومي وميزات اللعب واليه اللعب. ما تحطلني بواحد النوع، شو النوع حكينا عنه الحصه اللي فاتت؟ شو لما قلنا النوع؟ اكشن او الغاز او 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 موجود عندك. وين الاجابه؟ احسنت، في الكتاب. هاي الالعاب حركه اكشن، وعندك يا سيد عزيز المحاكاه والعاب النظام الاساسي. عرفت منين بتجيب الاجابه؟ مش ننسخ. هو قال لك بس شو النوع؟ اذا الغاز بتقول له يا عمي في الجدول هذا ايش؟ الغاز. النمط الرسومي، النمط الرسومي عندك ايش؟ عندك 2D وعندك 3D وعندك ايش كمان؟ عندك الكلاسيكيه وانماط واقعيه، بتختار واحده من الانماط بس تكتبها الكاريكاتيريه. بس انت بدك تكتب بدون ايش؟ شرح، يعني ما بتشرح، بتقول لي نمط الالعاب، زي انا مثلا لعبه الجاز اللي قول عليك الارنب، الارنب هذا يا سيد عزيز شو لعبه؟ هاي 2D بس برضه من نمط ايش؟ كلاسيكيه مش كامله. يعني 2 دايمنشن وكلاسيكيه وكذا وهيك. فبتصنفها، ما بتحط لي ايش الصنف اللي هو النوع النمط الرسومات. ميزات اللعب، شو ميزات اللعب؟ برضه بنرجع الان لميزات اللعب، اللاعب هذا اطلع فوق عن ميزات اللعب. هذه ميزات اللعب. هاي النوع العاب والنظام والمحاكاه. شو ميزات هذه اللعبه؟ شو ميزات هذه اللعبه؟ قواعدها يعني ايش قواعدها؟ ايش كذا؟ شو مراحل؟ المرحله الاولى الثانيه حتى توصل لكذا؟ مثلا الجاز كلعبه لكوكب ثاني بالجاز وبدك تحاول انه يوصل لايش؟ لزوجته ارنبه بخطفوها الفضائيين وبده يحاول يعدي مرحله لمرحله حتى يوصلها. نعم. وفي عندك اليه اللعب، كيف تلعبها هاي؟ شو الاليات؟ كيف تتفاعل؟ اليه اللعب كيف؟ حكينا اجراءات اللعب ونظام التسجيل، لا مش على الجوستيك، الجوستيك جزء من الاليه، بس كيف تلعبها؟ اليه اللعب انك انت زلمه شو بدك تسوي؟ بدك تحاول تتخطى المراحل مرحله مرحله. اليه اللعب انك انت زلمه بدك تحاول تقتل الوحش في المرحله الاولى حتى تنتقل لمرحله اليه اللعب، انك بتحاول تفتح الباب حتى توصل، هاي اليه اللعب وكيفيه تفاعلك معها، واضح؟ بدك تقتل هذا تفاعل، بدك تحفر هذا تفاعل. ماشي يا شباب؟ هاي الاجراءات اللي بتتم حتى تكمل وتوصل للنهايه، هاي اليه اللعب وتفاعلك معها. جيب لي ثلاث لعب واعطيك هنا توضيح، سبيل المثال نوع اللعبه معناها اللغز او كمل تحديد نمط الرسومي مثل الكاريكاتيري او الواقعي.
وعندك ايش القواعد والاحداث بالنسبه لميزات اللاعب، وعندك ايش مثل شروط الفوز واجراءات اللاعب بدي يعدي بدي يعدي الوحده بدي يقتل الوحش. هذول اربع نقاط ضد بس خليه يكمل والله. انت جيب هذه النقاط واعمل نموذج تفاعلي، شنو عدد اللاعبين الذين يمكنهم لعب اللعبه اما في نفس الوقت او بشكل منفصل. شو يعني قصده بنفس الوقت او بشكل منفصل؟ احسنت، بس هو هون انا بقول مالتي بلاير بكون بنفس الوقت، بس شو المقصود هنا اما في نفس الوقت او بشكل منفصل؟ يعني انا زلمه على البلاي ستيشن انا بلعب بدوري، ابني بلعب بدوري ثاني على نفس الجهاز. هلا ما بنفعش احنا اثنين نشتغل بنفس الوقت، اما في العاب في جماعي بمعنى انه انا ممكن العب بالفيفا او بالهاي لاعبين مع بعض نفس الوقت نفس الفريق او فريقين مختلفين، فهذا بنفس الوقت. اما انه اللي بغير وقت منفصل لا بكون على نفس الجهاز ولكن ما بينفعش اثنين يلعبوا، هذا الدوري وهذا الدوري الثاني ما بينفع. العاب احاديه اللاعب، هذه العاب وكانت منتشره قديما ما يلعبها غير ما واحد لاعب واحد فقط، يعني ما لك حساب، ما لك حساب لابنك، ما لك حساب لك زي مين لعب على علاء الدين، مين لعب الجاز القديمه. هاي انت بتدخل لاعب بيسيف لك المرحله اللي انت وقفت عندها بس ما عنده امكانيه يعمل لك حسابات، يعني ممكن السلاوي يلعب نفس اللعبه على جهازي بده يلعب على حساب واحد ما فيش حسابات، وبالتالي بدي اكمل على مرحلتي. الصابوي كيف ما فيش حسابات؟ مستحيل في حسابات كانت سيئه الا اذا كنت شريتها، ما هي في لعبه برضه بتدفع فلوس للصابوي هذا مجانا. انت لما تشتري من عندهم لا بيعطيك امكانيه لعب اكثر من تعمل حسابات، فهاي اللعبه مش مصممه لاكثر من مين؟ من لاعب. فهمتني؟ بتسيب لك المرحله بس لاعب واحد زي هيكسن الدوم القديمات ما في اكثر من حساب. تفضل. ما فيش لعبه اليوم بدون حسابات، اللعبه اللي بدون حسابات فاشله. احسنت احسنت بسم الله. معظم زي ما تفضل صابر اخلص الموضوع هلا بعدين يا شباب، انا عارف عندكم معلومات. العاب احاديه اللاعب خصما وعاده ما تكون الالعاب القديمه، هذه شخصيه رئيسيه وتعبر عنها، العاب متعدده اللاعبين وهي موجوده اليوم بكثره بشكل مش طبيعي، وهي حكينا عنها زي ببجي وغيره، بيلعبوا بنفس الوقت ويمكن الحصول على ادوارهم في اللعب، وغالبا ما يكون هناك العديد من الشخصيات الرئيسيه في اللعبه، وسيلعب كل لاعب بوصفه شخصيه مختلفه. يعني انت رجال حتى وانت تلعب بالبلاي ستيشن، ترى البلاي ستيشن مش بس لاعبين، اذا تشتري الكونسول، الكونسول فيه ثمان منافذ، هي ثمان لاعبين في الفريق الواحد. كونسول كونسول ما عندنا موجوده كانت كونسول. العاب متماثله متعدده اللاعبين، في انا نوعين من العاب متعدده اللاعبين، في العاب متماثله متعدده اللاعبين وفي العاب متعدده اللاعبين غير متماثله، شو الفرق بينهم؟ لما تيجي تتكلم عن العاب متعدده اللاعبين ولكن متماثله معناته كل اللاعبين لهم ادوار وخبرات متساويه في اللعبه، بمعنى ما فيش واحد احسن من حدا، ما فيش واحد قدراته اعلى من الثاني. اما العاب متعدده اللاعبين غير متماثله لا، احسنت، اللاعب بياخذ شخصيه معينه، الشخصيه هي لها امكانيات مختلفه عن البقيه. واضح؟ فهذا يا سيد عز الفرق بينهم، منظور اللاعب هاي مهمه جدا جدا جدا، وهاي مخلي هاشم يشتغل ويفتح قناه. منظور اللاعب، منظور اللاعب وهو انت وانت قاعد تلعب اللعبه، اللاعب او الشخصيه هاي كيف بنظر للمحيط تبع اللعبه، كيف شايف اللعبه؟ احسنت احسنت، من عيونه ولا من ظهره، في كاميرا من ظهره ولا من الجنب، هاي معناها ايش؟ منظور اللاعب، وديروا بالكم هاي بتفرق في اللعبه، عشان هيك الالعاب القويه بتوفر لك اكثر من مين؟ من منظور، يعني لما تلعب انت لعبه الدرايفر او لعبه مين السيارات بعطيك حتى ببجي، نعم نعم حتى ببجي ببين لك ظهر اللاعب او بعيون اللاعب او اللي بدك اياه اللي بريحك. فهذا يا سيد عزيز المنظور مهم جدا في انتشار اللعبه، لا ما بتوفر او منظور سيء حتى لو كانت الحبكه والقصه جميله وش مشوقه وخلينا نقول اتراكتف يعني جذابه، الا انه لن تنتشر اذا كان الفيو مش كويس. اشكرك طبعا انتم شباب عزيز بقول لكم الامور هاي واحد زي حالات مستحيل يكون في صراع مع شباب صراع الجبابره زي ما يسمونه. ممتاز يا سلامه، انا بتوقع انه يعني شباب ايش عندكم لعبه بيكون الشخص اللي داخل فيها نفس الادوار. اضرب لك مثال معلش. اه تفضل. احسنت، يعني كلهم عندهم نفس القفزه، كلهم عندهم بدايه نفس السلاح، كلهم نفس القدرات غير متماثل. قلت لك في لعبه ناسيها شباب، شباب في لعبه قديمه الادوار مختلفه، الالعاب قدراتهم مختلفه. يعني ايش مختلفه؟ يعني هذا اللاعب عنده سلاح والعياذ بالله قوه الريح بتستدعي اله الريح والعياذ بالله، وهذا عنده قوه المياه، وهذا عنده قوه النار، فهذه ادوار حددت مميزات اللاعب وقدراته. اما لما تدخل تلعب اللعبه نفس مميزات اللي قدامك هذا ايش اعتبرها؟ متماثله. هلا اضرب لك مثال في تكن، انت بتختار في تكن لاعب صح؟ هاي متماثله ولا غير متماثله؟ غير متماثله، كل لاعب قدراته مختلفه عن مين؟ عن الثاني. منظور اللاعب خلصنا يا شباب اشكركم. الشخص الاول
يعني أن يرى اللاعب يرى اللعبة من خلال عيون الشخصية، يعني ما ببين لي أبدا لا ظهري كشخصية شباب، ما ببين لي ظهري ولا شيء، يعني كأني أنا كيف بطلع الآن على المحيط اللي حواليه بعينيه، ما بكونش عندي مثلا ظهري أو بين شيء من جسمي. وفي عندك شخص يعني أن هذا اللاعب يمكن بالفعل رؤية الشخصية التي يلعب بها. أحسن، أنا الآن بدي أشوف البرج ريفيو للشخصية بتلاقي ظهرها مبين، حتى وجهها ممكن لما تلف يبين. أحسن 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 من عينيه. هذه بالنسبة للأول، أنت بتطلع على المحيط حواليك من عينيك. طيب رؤية العالم، رؤية العالم هي ببساطة شديدة أنك أنت سلمة ما ببين شيء من الشخصية، لكن بعطيك إمكانية لاستكشاف المحيط. يعني تروح على بيت تجرب جنبه، تجرب جنب الجسر، تجرب جنب كذا، فهذا بيكون تركيز الفيو على مين؟ على المحيط. تفضل. يعني هذا مشكتك. عفوا حياك الله. اسلوب الادخال، شو المقصود في اسلوب الادخال؟ هلا انا رجال بدي اتعامل مع اللعبه، بدي اتفاعل مع اللعبه، فانا الان رجال كيف بدي اتحكم بالشخصيه؟ كيف بدي العب اللعبه؟ لازم يكون في عندي اداه تحكم اللي هي مسميها الجويستيك. اكيد انتم بتعرفوا الجويستيك تبع الاتاري، طالما انتم اتاري. لا ليش؟ دول شوك يعني بس الجويستيك اسمها التسمية العلمية جويستيك، بس الديول شوك اللي هي ميزة في الجويستيك. شو الفرق بين الديول شوك وغيرها؟ هاي أصليها لا مظبوط، وهذه إحدى الفروقات. لما تجيب لي آلة من الصين مكتوب عليها ديول شوك وهي ما فيش فيها لا ديول شوك ولا شك، لأن الديول شوك معناها أنك أنت تستطيع تستخدم الآلة وتضغط أكثر من زر واستجابة في نفس الوقت. فالصيني مش مستعد يبيعك اياها بخمس دولارات ويحط لك شريحه تبعت الديول شوك عشان تكبس لي زرين ثلاثه اربعه، ضلك تضغط ولا انا بمشي زر زر مش عاجبك. ايوه احمد، ايش معنى ديول شوك؟ ديول شوك دي يو اي ال اس او اس اتش او سي كي. ايش؟ ديول ما نحكيها او بس اسلوب الادخال يا شباب يختلف طبعا حسب اللعبه وجهاز التحكم اللي هو الجهاز اللي هو المحتوي على هذه اللعبه، زي مثلا اكس بوكس ولا نينتندو ولا الاتاري ولا غيره. شو الاكسل تبع نينتندو؟ ايش شو الاكسل تبع نينتندو؟ ها باسل شو الاكسل تبع نينتندو يا شباب؟ نينتندو شو؟ نينتندو نينتندو ولا نينتندو حليب نيلو. اشكرك يا احمد، نزل موضوعنا على حليب نيلو. اسلوب الادخال، اذا في عندك لوحه المفاتيح، وهذه عاده نستخدمها لوحه المفاتيح لما تكون اللعبه نازله على البي سي او على اللابتوب، وعندك الماوس، وايضا في بعض الالعاب تستخدم فيها الماوس، يجوز انك تستخدم فيها الماوس، وايضا هذه مرتبطه اكثر شيء بالنسبه للبي سي. هذه مرت عليها العاب بالماوس، يعني بدل ما انت تتحرك بالاسهم بالدايركشنز كي وتتحكم بالماوس. احسنت. وعندك وحده تحكم في اللعبه، وهذا يا سيد عزيز من خلال وحدات التحكم بالالعاب، وهذه كل واحده عاده من الاجهزه زي الاكس بوكس ولا بلاي ستيشن في غيرها ولا نينتندو ولا الاتاري لها الجويستيك والازرار الخاصه فيها. هذه الاله او الايد احنا نسميها بالعاميه الايد، الجويستيك هذه بنسميها وحده التحكم، وبتختلف من جهاز لجهاز. اللعبه والحركه، اللعبه قائمه على الحركه، وانت الان هذا الايد بصممها اناس من اشد الناس اهتماما في التصميم واعرق الناس في التصميم، لانه ممكن تعمل لي انت جهاز اكس بوكس او تعمل لي بلاي ستيشن لكن الايد تبعته غير مريحه، وايد الشركه الثانيه او الجويستيك تبع الثاني متحكم مريحه، الناس تنتقل على الشركه الثانيه ما تنتقل، يقول لك عامل ليش حطيت هذا الزر بعيد؟ ليش حطيت هذا الزر كذا؟ عشان هيك اللي تعود على بلاي ستيشن لما اجى في الاكس بوكس، بس احكي ملاحظه شباب عشان هيك الاكس بوكس لما نزلت كانت الناس منتشر عندها مين؟ البلاي ستيشن، فلما اجت الاكس بوكس غيرت في الجويستيك، كثير من الناس ظلت محتفظه بمين؟ بالبلاي ستيشن. انا بقول لك انا مش متعود على الايد هذه، انا تعودت على الايد هذه، فروح الان اليوم على ايد الاكس بوكس تجدها قريبه من مين؟ بالتصميم، اما التصميم الاول اللي كان تبعهم كان عشان يختلفوا. يا شباب تخضع للمقاييس. طيب شباب نرجع لموضوعنا، شاشه اللمس تعتبر ايضا من ايش؟ من الادوات التي تستخدم بالتحكم في الشخصيات على اللعبه، وهي عاده ما تكون منتشره في الهواتف الذكيه والتابات وحتى الكمبيوترات او اللابتوبات اللي بتدعم التاتش سكرين. ان شاء الله. الان في عندك الاستشعارات،
عندك سيد عزيز ادوات الاستشعار وحده التحكم في الحركه. اسف شو وحده التحكم في الحركه؟ احسنت يعني اللي ما بعرفها بس انا بتوقع شايفينها اللي ماسك الايد شايفين ايدها احسنت هذه اللي شايفينها هذه هاي اسمها وحده التحكم بالحركه بمعنى انك انت بتقدر تتحكم بيد اللاعب بشخصيه اللاعب اللي تلعب فيه من خلال مسك لهذه الاداه يعني كنت تلعب تنس بتمسك اللي هي وحده التحكم وبصير تلعب كانك تلعب تنس بايدك اللي بيلعب جولف يا عم خليك معي اللي بيلعب تنس طاوله فبشتري موجود سعرها حوالي 30 دينار ولا كم احسنت لعبه ملاكمه لعبه ملاكمه لا مش النظارات هذا شيء ثاني النظارات اما احنا بنحكي عن هنا وحده التحكم بالنسبه في الحركه هاي مقتصره على المقاييس التسارع وادوات الاستشعار شو يعني الاستشعار يعني انت ضغطت على الايد بقوه اليوم الادوات هي الايادي بتصير لما تضغط بقوه ببين لك قوه ايش ايدك فهمني والسرعه لما تحرك ايدك بسرعه او تحركها بصير الطالب يحركها بسرعه اللاعب لا اصل شخصيه اللعب فانت يا شباب هذا اللي فيها طيب ادوات الاستشعار خليك معي خليك معي فاذا هاي التسارع زي هاي الايد اللي ماسكينها وعاده ما بتكون مسلك يعني عاده تكون لحالها بتشتري منفصلات عاده بغض النظر هاي يا سيدي عزيز هدفها تستخدم وحده التحكم في الحركه بشكل شائع في الالعاب الرياضيه ويمكن وضعها في ملحقات مثل مضارب التنس او مضارب الجولف وجعل تجربه الالعاب اكثر واقعيه. طيب ادوات الاستشعار هاي منفصله يتم تضمين ادوات الاستشعار في العديد من اجهزه الغالب وتستخدم ادوات الاستشعار في وحده التحكم في الحركه لتتبع حركه المستخدم والتي يمكن نسخها بعد ذلك على الشاشه. يعني زلمه مرات بنشتري احنا مستشعرات مين مر عليه لواسق؟ احسنت لواسق بتحطها على ايدك بتلصقها على ايدك بتصير تلعب ملاكمه بتصير تحرك ايدك بتصير تحرك اللاعب هاي المستشعرات نعم ذكرتها فهذه يا سيد عزيز كانك تركض كانك تمشي كانك تجري طيب الان اساليب التسليم والوصول المقصود بالتسليم والوصول بالنسبه للعبه كيف توصل لهي اللعبه كيف تستلمها طبعا اكثر شيء شائع عندنا تنزيلات داونلود انت بتروح على المتجر زي بلاي ستيشن ستور او اكس بوكس ستور او ايش نينتندو مصمم مش راضي يغير نينتندو اللي هي الشركه اللي كانت اشهر من مين مين اقوى شو اللعبه اللي طلعتها نينتندو ماريو احسنت طبعا نينتندو هي الشركه الام اللي انتجت شخصيه ماريو ولحد الان اظنه كمان شخصيه سونيك ولا مش سونيك سيجا احسنت نعم بس هي سونيك قريبه من مين من ماريو نرجع لموضوعنا الطريقة الأخرى شباب إذا طريقة إنك تشتري اللعبة أو تشترك وتنزل اللعبة لوكالي على جهازك هاي الطريقة الأولى للتنزيلات الرقمية الطريقة الثانية هي اللعب على الإنترنت وهذه منتشرة بشكل كبير جدا ألعاب تستخدمها أو تلعب فيها من خلال المتصفح اللي هو البراوزر إما الكروم أو هذا لعب تركه وعدد الألعاب عادة ترتبط في الفلاش مايكرو ميديا يعني ألعاب فلاش ما فيها تعقيد ما فيها 3D ما فيها جرافيكس خيالي نعم كلها فلاشز وبتلعب على البراوزر لان البراوزر قدراته ايش ضعيفة وهي الوسيلة الثانية طبعا هاي برضو بدها زي ما مكتوب لك على الانترنت يعني مع ذلك بيكون في اتصال على الانترنت زي السيارة اللي تمشي بالجبال طبعا كلها 2D يعني معظمها 2D ما في عندي 3D مثلا تمشي على في صخرة مش عارف دحرجها مش عارف هاي العاب بسيطة العاب بسيطة للاطفال طيب الوساطة المادية الوساطة المادية اللي هي الميديا او الستورج ميديا اللي هي زي ايش زي عند السي دي او الدي في دي انك تشتريها وكانت هاي منتشره زمان يعني اليوم انت الناس بتفضل تشتري من البلاي ستيشن ستور ولا انها تروح تشتري السي دي حتى لو اشتريت على فكره السي دي حتى بقول لك روح سجل اللعبه وين اعمل حساب على البلاي ستيشن ستور واربطها فيها عشان لو خرب السي دي تستطيع انك تستعيضه ممتاز وكان ايام البلاي ستيشن وايام البلاي ستيشن 3 كان اصلا ينسخ السي دي كانت سرقه السي دي هات بشكل منتشر سرقه السي دي نسخه بصوره غير صحيحه يعني بصوره غير اخلاقيه طيب وعندك يا سيد عزيز من ضمن الوسائل غير السي دي والدي في دي والبلوري شو معنى البلوري؟ برضه هذا ايش؟ دي في دي ولكنه بلاي ستيشن 5 بس يا سيدي اشكرك على هذه المعلومه هي البلوري دي في دي كان عمل ثوره للافلام لانه كانت الافلام في الولايات المتحده الامريكيه تنباع وين؟ تنباع وين؟ تنباع للمستخدمين، بقى في كاسيت، بقى في فيديوهات الكاسيت في الاشرطه. حولوا الفيديوهات لايش؟ لا سي دي، الفيديو الواحد حتكون دقيق بدك 15 سي دي. فنعملوا لك البلوري اللي هو متعدد المستويات، دي في دي متعدد المستويات بوصل كان اول ما طلع 4 جيجا. 4 جيجا، اقعد عن البلو ري. فهذا يا سيد عزيز حط الفيلم كامل فيه. عرفت؟ فانتشر بكثير البلاير تبعه، البلاير تبعه اللي هو الجهاز اللي بيقرا البلوري. فحدا شاف البلوري؟ لا. سعره قديش؟ نص ليره 30 قرش زي السي دي العادي؟ لا غالي طبعا غالي كان هديه
خمسة بلوري. طب عندك درايف هون بشكل بلوري بالكمبيوتر؟ ما بدخلوش الكمبيوتر العادي هذا له درايفر خاص بلوري. طيب نرجع لموضوعنا يا شباب. بقول لك صور اعطوا كمان ذاكره زي الفلاش, يعني حط لك مثلا اللعبه في هاي الذاكره ويبيعك اياها. وانا اجد انه هاي افضل وسيله اليوم اكثر من مين؟ من 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 احتياج السي دي. واليوم اصلا اللابتوبات لما تشتري لابتوب 99% من اللابتوبات استغنت عن السي دي درايف, بطلت السي درايف. اللي بده سي دي ومتعلق فيه يروح يشتري اكسترنال على اليو اس بي. انا هذا بتقدر انت تستخدمها تحط اكسترنال فان كاضافه كاضافه لابنين للتبريد اذا كان عندك مشكله التبريد. نرجع لموضوعنا. هل تعلم انه اصبحت صناعه العاب الحاسوب صناعه بمليارات الدولارات؟ قلت لك فوت وحط اكتب بالجوجل نسبه او حصه نعم صناعه الالعاب راح تجدها اظن 7 او 8 مليار بالسنه. فكر في احدى الالعاب الحاسوب المفضله لديك والتي تقضي الكثير من الوقت في لعبها. هل هذه اللعبه احاديه اللاعب ام متعدده اللاعبين؟ لماذا تستمع لماذا تستمتع بلعب هذه اللعبه؟ شو اللي يخليك تلعبها وتحبها؟ نعم طبعا يا شباب في عندي هون تقنيات الحاسوب. طبعا في نقطه هنا مذكوره من ضمن الكلام وهي الدقه وحكينا عنها في الرسومات. اللعبه برضه بتشدك كل ما كان دقتها عاليه. يعني ممكن يجيني واحد يقول يا استاذ انا شريت بلاي ستيشن 4 حقه كان مثلا 50 دينار وراح شرى بلاي ستيشن 4 حقه 1000 دينار وبقول لي يا استاذ انا انضحك علي هاي 1 تيرا وهي 1 تيرا. بنقول له ما انضحك عليك لانه هاي ام ال 1000 دينار 4K 4K بينما هاي ام ال 500 دينار كارت الشاشه تبعها ليس 4K. انا بحكي بالنقاط الكثيره يعني واقف على هاي الشاشه باي نقطه هاي فال4K ما راح تستفيد منه يا زيد اذا ما كانت شاشتك 4K وما راح تستفيد منه لما تركب لي كيبل HDMI ما بدعمش ال 4K ابو الليره عرفت؟ فانت ابو الليره هذا بل واشرب ميته. يعني واحد جايب لي ايثرنت 1 جيجا بت وجايب لي سويتش 1 جيجا بت ايثرنت وحاطط لي كيبل ايش؟ حاطط لي ايش مثلا فاس ايثرنت او الكيبل اللي هو كات 4 ولا كات 5. طب ما انت هيك شو استفدت؟ ما استفدناش. تقنيات العاب الحاسوب سيؤثر نوع الجهاز المستخدم للعبة للعب اللعبة على تجربة لعب المستخدم. بقول لك هنا التقنيات نتحدث عن تقنيات للألعاب. في بعض الألعاب ما بتهتم أو بتقدر تلعبها على أي جهاز حاسوبي ما بتطلب زي مثلا دوم حطيتها على التاب تشتغل كانت قديمة حطيتها على التليفون تشتغل ما بتطلب شيء. لكن في بعض الألعاب بقول لك لا ما بقدر ألعب إلا بمواصفات معينة للجهاز سواء كان حاسوب أو هلا شو هو البلاي ستيشن عبارة عن إيش؟ جهاز إيش؟ جهاز ايش الاكس بوكس؟ الحمد لله جهاز حاسوب بس مواصفاته عالية مخصص لتحمل ضغط خصيصا كارت مين؟ الشاشة. عشان هيك قال لك عمي انا فاضي ابيع له اللعبة ويجي يسب علي ويقول لي عمي هاي مش شغالة عندي وهاي مش شغالة عندي وهاي البلاي. قال لك تعبنيش اعمل له جهاز وخلص نفسك. والالعاب اللي راح تصمم لهذا الجهاز متناسبة معهم. فانا لما اروح اشتري الان لعبة طب انا بقدر ببرنامج العب السوني حدا جرب على جهاز الكمبيوتر بتنزل برنامج محاكاه في نظام تشغيل للسوني وبتلعب وانت على الكمبيوتر. بس ايش؟ اذا كمبيوترك ما بدعم الريزوليوشن ما كذا راح تجد اللعبه ما بتشتغلش. احسن ففي برامج عشان تلعب البلاي ستيشن على الكمبيوتر. والله سامحني على الاثم. نرجع لموضوعنا الهدف جهاز الهدف. اذا هاي من التقنيات للالعاب. في مرات بيجي معها اجهزه ما بتلعب هاي اللعبه الا على جهاز السوني ما بتلعب هاي اللعبه الا على جهاز الاكس بوكس. فالجهاز الهدف هو الجهاز الذي سيلعب المستخدم لعبته او لعبه الحاسوب عليه. ويمكن ان تكون الاجهزه واحده مما يلي: اجهزه الحاسوب الشخصيه عارفين اللابتوبات والبي سي والديسكتوب. وهذه دائما لازم تحط ببالك انه تقدم اجهزه الحاسوب الشخصيه مستخدمين اداء عاليا جدا ويمكن توفير العاب بدقه اعلى من العديد من الاجهزه الاخرى. يعني لما تيجي تقارن بين اللابتوب والتاب مين دقته اعلى؟ طبعا اللابتوب. مين قال لك انه التاب؟ التاب دقه كارت الشاشه تبعه زي اللابتوب زي الديسكتوب؟ طبعا لا. اليوم راح اشتري اقل ديسكتوب شو كارت الشاشه تبعه؟ 4 جيجا هذا اقل واحد ضعيف ومعالجه مش عارف اكس مش عارف ايش اكس رون ولا مش عارف ايش وكذا هذا بس كارت الشاشه. فانت عم اليوم كارت الشاشه اهم شيء وهذا من نهايه التسعينيات وقال لك كارت الشاشه هذا لازم يتميز. حتى اللي بيشتري ديسكتوب كل الاكسبانشن سلوتس كل شقوق التوسعه اللي بتركب عليها كروت صوت وكروت كذا وكروت كذا نفس الشيء الا كارت مين؟ إله ايش؟ إله شو اسم الشق؟ شو اسم السلوت في الديسكتوب؟ بي سي اي كمل اكسبريس. هذا خاص بمين؟ بكارت الشاشه لانه هذا عمي بده يكون صلحته طلق مع مين؟ مع الرام ومع المعالج. خلصنا من اجهزه الحاسوب. ناتي الى وحدات التحكم. عندك في اجهزه متخصصه في استضافه الالعاب زي مين؟ تشغيل العاب زي مين؟ بلاي ستيشن.
بتشغل عليه العاب بلاي ستيشن اكس بوكس بتلعب نينتندو في عنده برضه جهاز مين في العاب قديمه هاي الهوم فيديو هوم اللي شو اسمها هذه الهوم جيم اللي بعد الاتاري اجت ولا جوز كذا بس هاي تركب عليه الاتاري بركب عليها الشريط نسمي الشريط هذا جهاز الشريط تركبه على الكمبيوتر تركبه على البلاي ستيشن لا بتركبش على الاتاري احسن بي اس بي فعندك وحدات التحكم عباره عن اجهزه متخصصه مخصصه لتشغيل العاب الحاسوب وتتضمن وحدات تحكم تحكم بلاي ستيشن اكس بوكس نينتندو يعني برضه هذا الموقع بقول لك نينتندو انت تقول لي نينتندو يعني بيجي نرجع للموضوع شوف جهاز بلاي ستيشن في شركه نينتندو طلعت جهاز والعاب خاصه فيها ايوه هذا قديم روح على قديم مش جديد نرجع للموضوع يا شباب إذا عندك هون سهلة الاستخدام بشكل عام توفر خاصية التوصيل والتشغيل، يعني بتجيب لعبة البلاي ستيشن بتحطها بجهاز البلاي ستيشن تشتغل على طول. في تعقيد؟ لا في عرف؟ في نزل لي كذا؟ ما فيش. أحسنت. أرخص في شراء مقارنة بأجهزة الحاسوب الشخصية، طبعا البلاي ستيشن أرخص إذا حكينا قارناها باللابتوبات اللي مواصفاتها نوعا ما فوق المتوسطة. فطبعا اللابتوب ب 700 البلاي ستيشن اليوم 4 قديش سعرها؟ 150 نعم من ضمن برضو الأجهزة المحمولة زي التابات زي اللابتوبات زي مين زي الموبايلات بس بتحدث هون عن الموبايلات والهواتف الذكية فقال لك عن الهواتف الذكية طبعا انت بتستخدم هون التاتش سكرين عشان تتحكم بالألعاب وهي برضو يا سيد العزيز تعتبر منصة للعب من خلالها اللي هي أجهزة المحمولة اللي هي الموبايلات الألعاب المستندة إلى الويب حكينا عنها وهي ألعاب يتم لعبها من خلال متصفح الويب ماشي وغالبا ما يكون مستخدم قادر على وصول هذه الالعاب بسهوله بس قلت لي على العاب بس قلت كلمه العاب راح اطلع لك مواقع فيها 1000 لعبه بس كلها على البراوزر وخفيفه بسيطه ما فيش شيء وغالبا خليك معي ما تفتقر هذه الى العمق يعني ما فيها الالعاب اللي تلعبها من خلال الويب ما فيها اي 3 دي ضغط حركي ما فيش فيها حبكه لانه الزلمه باختصار عامل لك لعبه زي مين في لعبه خفيفه كراكر شو رانكر هاي كراكر ممتاز وفي عندك لعبه مشهوره جدا تجدها في هذه الالعاب على البراوزر اللي هي لعبه الحيه الحيه شطرنج بس الشطرنج لا فيها ذكاء اما احنا بنحكي عن العاب خفيفه تعتمد على الحركه طيب موضوع خدمات الالعاب القائمه على السحابه هاي يا شباب جديده حدا لعبها؟ لا هذا باختصار شديد القائمه على السحابه زي اكس بوكس كلاود جيمنج ماشي؟ اعطي مثال تفضل مثال اللعبة نفسها كبيرة 118 جيجا احسنت السيف تبعها احسنت باللعبة عندك خدمة انه لكل واحد في سيرفر سيرفر كلاود احسنت في العاب بتسيف عليها كانك تلعب على جهازك بس شو اللي بصير؟ اللي بصير التالي هاي شو بصير الكلاود؟ طبعا بالاشتراك بتفوت وبتدفع اشتراك وبتشترك وبتكون متاح لك مش لعبه اكثر من العاب من لعبه طبعا في كلاسز خليكم معي كمل يا شباب في كلاسز يعني انت بدك كلاس اي فيها العاب كذا هاي العاب الاكثر شهره تدفع فلوس اكثر الالعاب الاقل شهره تدفع اقل المهم انت لما تاخذ مجموعه الالعاب هاي تلعب باي واحده منها زي ما اخذنا احنا مين الكلاود تبع مين الادوبي ادوبي كرييتيف كلاود او جروب هذا من الكلاود فانا دخلت دفعت اشتراكي اعطاني بعض الابلكيشنز او كلهم حسب اشتراكي ودرجه اشتراكي والفلوس اللي دفعتها هلا في نقطه هون في الالعاب زي ما تفضل زميلكم مش كل الالعاب خفيفه على الاجهزه وبالتالي في العاب تتطلب معالج قوي رامات كثيره كارت شاشه قوي ممكن تتطلب معالج قوي معالج قوي جدا وبالتالي صعب العبها على الجهاز فانا وانا بستخدم الكلاود فعليا انا بتم المعالجه على اجهزه الكلاود اللي هي السيرفرات تبعت الكلاود وهو فقط انا جهازي يستخدم للعرض يعني فاهم حركتي يوم بتروح للكلاود وبتم تنفيذها والنتيجه بتطلع بترجع على جهازي فاهمين طبعا هذه مشكله الالعاب يا صابر زي اللي بيشترك بقنوات تلفزيونيه على النت شو لازمها بدها باند ويث عالي بدها سرعه انترنت عالي يعني اللي بيلعب لي بس الاردن بالكلاود بكون عمل الحركه والسماء استجاب فهمتني فهاي بدها مواصفات احسن عشان هيك اذا بدك تلعب هاي اللعبه مثلا اكس بوكس كلاود بتروح تشبك اكس بوكس على الايثرنت وعاده بكون فايبر مش ايثرنت فايبر عشان تحكي تلعب والحركه تلحقها اذا ما فايبر ما بينفع تشترك واضح اجهزه الادخال والاخراج تسمح اجهزه الادخال المستخدم ادخال اوامر في اللعبه يعني انت اوامرك حركاتك الازرار كذا هاي اوامر كل زر تضغط عليه هذا يعتبر ايش امر باي جويستيك سواء كان جويستيك ازرار او عباره عن دايركشنز او اللي هي ذراع الليبر احسن قائم على الاحداث لكن هذا يعتبر امر كمان لا يا زلمه لا رحت بعيد احنا نتحدث عن اجهزه الادخال خلاص بدك تتعامل مع اللعبه بدك تلعبها بدك تعطي امر اللاعب يتحرك يمين بدك تضغط على زر اليمين او بدك تضغط بالذراع هذا امر هذا امر لما تضغط على زر اليمين بده يتحرك اللاعب لان هذا امر بده ينتقل لمين لجهاز اللعبه مين انتقل من جهاز الادخال اللي هو الايد الجويستيك
طيب عندك تتضمن الخارج الشاع مالي سماعات ثلاثية الأبعاد تعرف أيضا باسم سماعات الواقع الافتراضي. هذا يا شباب استخدمها. هذا يا سيد عزيز يتم ارتداء هذه الأجهزة على رأس اللاعب ووضعها فوق عينيه. هنا يا سيد عزيز بيسموها الفي آر، في آر كونترول. سعرها اليوم مش غالي حتى، يعني اليوم أتوقع وصل بين شباب الخمسينات. أما أول ما نزل كانت 400-300 إيش زي هيك، أما هلا الرينج تبعها أخف. فهذه لما تلبسها سامعني هذا الموضوع. أجهزة التحكم بالألعاب يتم استخدام بشكل أساسي لوحدات التحكم في الألعاب، طبعا إيش هي اللي هي الجوستيك، ومع ذلك يمكن شراء إصدارات عامة للألعاب التي تعمل على أجهزة الحاسوب الشخصية. أنت الآن واحد يقول لي أنا بلعب يا أستاذ على اللعبة الفلانية من خلال مين؟ من خلال، لا يا عمي، من خلال أجهزة الحاسوب الشخصية. تلعب من خلال إيش؟ الكيبورد والماوس. بقول لك أنا والله مش مرتاح، بنقول له لا مش مشكلة، روح اشتري لك آلة جويستيك تنباع في محلات الكمبيوتر. بتروح تشتري هاي الجويستيك وبتلعب فيها عادي، بتشبكها عندك USB بتعرفها وبتلعب في هذه اللعبة عادي زي كأنك تلعب فيها كأنك على بلاي ستيشن أو على الإكس بوكس. هذا بنباع ولا بنباعش؟ بنباع الإيد اللي هي الجويستيك. أحسنت، عندك إيد خصيصا الكمبيوتر، ومش بس شركة سوني وحدا حظوها الكثير من الشركات، بس معظمهم مش أصلي، كلهم صيني. أحسنت. هذه كلها شباب تعتبر متحكمات تستطيع أنك تشتريها وتلحقها بالحاسب عندك الشخصي، حتى أنك تلحقها بالتاب من خلال منفذ اليوسبي. أحمد حسني ركز معي، أجهزة التحكم خلصنا، وحدات التحكم بالحركة وعدناها. هذه تسمح لك بالتفاعل مع اللعبة واستخدام الإيماءات بدل من لوحة المفاتيح أو الماوس أو وحدات التحكم، وهي تحوي على أدوات استشعار تراقب حركات المستخدم. بتروح تشتريها بتلحقها بجهازك الحاسوب وبتصير تلعب التنس، بس لازم تكون قابلة أو تتوافق مع اللي هو الحاسوب. وركز معي، فرق بين الآلة السوني وبين الآلة اللي بتشتغل على الحاسوب. ممكن تكون من شركة سوني، هاي بتشتغل على الحاسوب بس هاي ما بتشتغل على الحاسوب. واضح؟ يعني مش واحد يقول يا أستاذ كل الآلات السوني بتشتغل على الحاسوب، بقول لك لا. في أشياء خاصة بالجهاز، جهاز السوني، وفي أشياء عامة وخاصة. فهمني؟ طبعا الآلات احنا والسماعات وحدات التحكم بالحركة حكينا عنهم، اللي تمسك انت الأدوات وتتحرك، وبالتالي عندك مستشارات وعندك التسارع، مستشارات التسارع ويقول لك وين راحت يمين شمال، حركت يمين شمال. شاشات اللمس ايضا بالتفاعل من خلال تعتبر وسيله ادخال واخراج، والسماعات مكبرات الصوت. اليوم عندنا الادوات الالات نفس الجويستيك فيها سماعه صح، نفس الاله فيها سماعه ولا فيش فيها سماعه؟ مدخل سماعه، انا قصدي سماعه، مو مدخل سماعه، يعني سماعه يعني كم صوت. وفي بعض الالات بتطلع صوت خفيف لما يصير في عندك رجه مثلا في صوت سياره ودخلت في مطبات بسيطه موجود. نعم هاي لا غير الهزة، الهزة هاي مستشعرات حركية، أما الصوت شو طلعت تتصرف فيها سماعة صغيرة بكون مرت علي، بس بلاي ستيشن ولا إكس بوكس. صوت خفيف بالإيد، الرجة غير، الرجة مستشعر حركي. أنا مر علي بس مش بتذكر الآلة مسكتها تبعت إكس بوكس، إكس بوكس ولا إكس بوكس ولا سوني. يا زلمه نعم، دي البلاي ستيشن 3 دي بلاش تنزل تقدر تحرك جوا حد يمين شمال تحرك جوا اللعبه. نعم بس هذه انا بعرف مرتبطه اكسترنال مستشعر خارجي. لا 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 دي البلاي ستيشن 3 نفسها، يعني لما اعمل هيك بلف حسب اللعبه. بس انا بتذكر في جهاز ثاني بتحط الايد عليه بس لما تحرك بتحرك. لا اما هي نفس الايد هيجي علي مرت عليك ان انت والله انا ما بعرف هاي، ما بعرفها عشان يجي هاي المعلومه عندي. على العموم جزاكم الله خيرا شباب، انا مش راح العب بالنهايه. من خلال العمل مع زميل اعد انشاء هذا الجدول، لعبه الحاسب الشخصي ما اجهزه الادخال المستخدمه وما اجهزه الاخراج، شوفوا لكم العاب وحددوا. يجب عليك بعد ذلك البحث عن ثلاث العاب مختلفه يمكن لعبها على جهاز الحاسوب الشخصي او حاسوب شخصي، جهاز حاسوب شخصي ووحده تحكم وجهاز محمول. وبالنسبه لكل لعبه، طبعا مين بيقول جهاز التحكم شو هو؟ اللي هو الجهاز المخصص. وبالنسبه لكل لعبه أكمل الجدول لتحديد جميع الأجهزة التي يستخدمها اللاعب لإدخال أوامره في اللعبة، وجميع الأجهزة التي يستخدمها اللاعب لرؤية أو سماع مخرجات. اشرح كيف تختلف أجهزة الإدخال لكل جهاز، واشرح كيف تختلف أجهزة الإخراج لكل جهاز. اتصالات البيانات هذه مهمة جدا، هذه مهمة جدا. شيء طبعا في اللعبة اتصالك بها، وأنت إذا كنت تلعب بألعاب تدعم الشبكات أو الكلاود قلت قبل شوي لازم يكون في عندك اتصال بالإنترنت قوي جدا، زي اللي بيشترك بالقنوات، زي بشترك القنوات ما برضو اصلا انك تشارك بالايثرنت العادي، لازم يكون فايبر. اللي بيشتغل او بشترك بالقنوات، هل اشترك بالقنوات عنده في البيت؟
زي نتفليكس والكورفليكس. انا بحب الكورفليكس. مين هو ايش هو؟ هذا بيلو زي بيل جيت وشرب مايكو. يا زلمة صلى على النبي. ابو العشر سنين و15 سنة ما في كوب دعمش الفرقية. خد مني. يا عمي بكتب. يا شباب. يا عمي ما كان زي سنة بيعطيك اشتراك خمس سنين ثلاث سنين هذا عمي مستحيكم 4K. لا حبيبي انت ما بتميز الفور كي لانه لو اعطاك فل اتش دي بتفكر فل كي. احنا بلا مؤاخذه بتعرف شو فل كي انت الفور كي ايش خيالي يعني انت لو تعمل زوم 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 على الشاشه لو بعد 100 زوم ما بصير يا عمي ما بصير بدك تسوي شيء. طيب الايثرنت هذا نوع من الاتصال السلكي زي ما انتم عارفين وهذا يا سيد عزيز اقل عرضه للتداخل والتقلبات بمعنى انه يعتبر امن وسريع ماشي وهذا بيستخدم نطاق تردد اكبر وهذا اللي قاعدين نستخدمه احنا في الفايبر. شو لك فيه اتصال فايبر والله ما اعرف شو اسمه فايبر واخر شيء بالمد كيبل ايثرنت امشي على كلامهم خلاص فايبر قول له اه بس في عندك الفايبر اوبتيك هذا الفايبر اوبتيك شو بتوقع انه البلاي ستيشن 5 بدعم الفايبر اوبتيك في منفذ فايبر اوبتيك اسال عنها يا امور احسن في عندك منفذ البلاي ستيشن 5 بدعم الفايبر اوبتيك نرجع لموضوعنا في عندك تقنيه الواي فاي وهي سيئه جدا اذا بتستخدمها للالعاب خصيصا الالعاب الثقيله لكن في عندنا واي فاي اي سي الاي سي كستاندرد اذا فعلا عندك سرعه انترنت عاليه والواي فاي سرعته اي سي اللي توصل لحد تقريبا مش اكيد تقريبا هي اقل من طبعا 1 جيجا بس توصل لحد 1 جيجا فتعتبر هاي وسيله ممتازه. الشبكات الخلويه والهاتف المحمول هاي طبعا نستخدم من خلالها ونلعب من خلالها عادي فسرعتها نوعا ما مقبوله خصيصا في العاب بعض الالعاب مش كل الالعاب يعني عندنا ببجي بنلعبها بالموبايل صح معناها ايش لعبه مشتركه ماشي وطبعا في اليات لبرمجه بالبرمجه هو بخفف الضغط على الشبكه بمعنى انه انا زلمه ما في داعي ارسل كل التفاصيل لمين للطرف الاخر يمكن بس يشوف فيك يشوف اما تفاصيل اخرى لا وبالتالي بيكون اخف الضغط على الشبكه هذا طبعا بيعتمد على البرمجه. فعندك هون الاتصال الخلوي او جهاز لوحي بعيد عن المنزل يوفر هذا النوع من الاتصال طبعا من خلال شريحه البيانات اقل استقرارا ويستخدم عموما لجلسات العاب القصيره يمكن ان تؤدي مواصل العاب غير الشبكه الخلويه الى تقليل عمر البطاريه الجهاز يعني طول ما انت قاعد تلعب على هاي اللعبه راح يزيد استهلاك البطاريه وبالتالي راح يفضى جهازك بده شحن بشكل سريع. فانت يا سيد عزيز هنا قد يتوفر للمستخدمين المختلفين مستويات مختلفه من النطاق الترددي يعني انت زلمه عندك مثلا اشتراك معين فراح يعطيك سرعه معينه بيانات معينه اشتراك اخر سرعه اقل للانترنت. طبعا احنا بفضل الله وكرمه زين جميع الالعاب الحاسوب في مكان ما انت وين تخزنها؟ احسن بلاي ستيشن العاب احسن في ميموري نفس الجهاز في هارد ديسك 1 تيرا في اعلى من 1 تيرا نزل نزل جهاز اكس بوكس ولا بلاي ستيشن اعلى من 1 تيرا لا بس في اليابان نزل جهاز تيرا ياباني يدعم البيتا 1 تيرا 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 معقول يا زلمه مش فاهم ليش اخترعوا لك اعلى من تيرا بايت بيتا بايت اللي مش انا فاهم فاهم شباب اللي بيجي على الشرق الاوسط مواصفاته اضعف بكثير من اللي بروح حتى الالات البلاي ستيشن تنباع لك يا حبيبي مكتوب عليها شو انها تصلح للبيع داخل مين؟ داخل الشرق الاوسط اما ما بتنباع وين؟ في امريكا وكندا، امريكا وكندا روح شوف البلاي ستيشن تنباع عندهم حتى الايد عندهم الايد الجويستيك تختلف اطول لانه ايدهم كبار انت بتضحك انا بحكي لك هذا شيء علمي ايدهم الباد تبعتها مش عندك بروز الباد الايد ممسك الايد عندهم في امريكا اكبر اطول حوالي 2 سم 3 سم اما انت الشرق الاوسط بقول لك هاي الايد الشرق الاوسط بس زي ايد ابو فراش طيب ايد ابو فراش صارت ايد مقياس على البلاي ستيشن محرك الاقراص الثابته التخزين نعم عندك محرك الاقراص الثابته اللي هو الهارد ديسك وتعد محركات الاقراص الثابته ذات اقراص مغناطيسيه النوع القديم من محركات الاقراص الثابته بتتحدث عن الاتش دي دي هارد ديسك درايف شو الفرق بين الاتش دي دي وعندي الحاله الصلبه او الاقراص الثابته ذات الحاله ذات الحاله الثابته اللي هي الاس اس دي شو الفرق بين الاتش دي دي بيستخدم الموجات بيستخدم الاقراص الموجات المغناطيسيه لا مش الموجات بيستخدم اسطوانات، الاسطوانات عليها طبقة ممغنطة. هلا الممغنطة هاي بيستخدم المغناطيس عشان يقرأ الصفر والواحد، إذا كان في تجمع لحبيبات المغناطيس بيجذب المؤشر، فهي بيعطيها واحد، إذا ما في حبيبات للمغناطيس إذا في فرق بين عندك الاتش دي دي هارد ديسك لأنه اسطوانات، وهذا بطيء في القراءة والكتابة عليه، بينما الموديل الجديد اللي هو مش جديد أصلا قديم اللي هو اس دي دي أو هو أيوه السوليد ستيت وعاد محركات أقراص ثابتة، هذا أكثر أمانا أكثر ديمومة في العمل أكثر من الاتش دي دي، الاتش دي دي بيخرب بعد سنتين ثلاث أربع حسب جودة التصنيع تبعته، بطيء جدا بينما الاس دي دي سرعة كبيرة جدا في القراءة والكتابة. الوسائط البصرية نعم. في ان في مي أو ان في مي هذا هو يعتبر اس اس دي لكنه من موديل ثاني بتقنية أحدث. بعدين إذا إن شاء الله بتعرف في عندنا وقت بنشرحها. الوسائط البصرية
الاوبتيكال او اللي هي الليزريه، عندك السي ديز والبلو درايف، عندك الدي في دي، كلها تعتبر وسائل برضه، هاي تعتبر ايش من وسائل التخزين عليها بالنسبه للالعاب. وعندك السحابه، واللي اليوم راح تكون او مستقبلا راح تكون بشكل اساسي، هي الاساس اللي هي انك تلعب الالعاب على السحابه، لا تجيب لي سي دي ولا تجيب لي شيء، بس لازم يضمنوا حتى يطبقوا هذه التقنيه بشكل واسع، لازم يضمنوا اتصالك بالانترنت، واحنا بالاردن يمكن عندنا اتصال بطيء وبالتالي ما راح ينفع هاي التقنيه. التقنيات الجديده والناشئه، احنا الان في صفحه 15، التقنيات الجديده والناشئه هي مصطلح يستخدم للاشاره للتكنولوجيا الجديده او التكنولوجيا قيد التطوير والتي من المتوقع ان تكون متاحه في غضون السنوات القليله المقبله. يمكن ان يكون لهذه التكنولوجيا تاثير كبير وتحدث تغييرات وتحدث تغييرات تحويليه، زي ايش عندنا؟ تقنيات جديده واصبحت اصلا منتشره، مش صرت تنتشر، زي الفي ار الواقع الافتراضي. وهذا الفي ار او الفيرتشوال رياليتي هذا اليوم مستخدم على نطاق واسع، ومن ميزات ومن اهداف الفايف جي، شبكه الفايف جي، انها تخلي الفيرتشوال رياليتي مطبق حتى في المنازل. زي ما قلت لك الحصه اللي فاتت، يعني وانت قاعد يا سلام حابب تروح تزور الزرقاء، بلاش الزرقاء خلينا سويسرا، بتروح انت على ابلكيشن معين، بس بدك تكون انت شابك جهاز زي الداتا شو ثلاثي ابعاد، فانت قاعد في الصاله، هذا ثلاثي ابعاد بتبدا تشغل، بيجيب لك واقع افتراضي كانك قاعد في غابات سويسرا، وكانه اذا اخوك او 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 والدك بيحكي عنك، بيحكي معك عن بعد، مثلا هو في السعوديه وانت هون، كانه قاعد على الكنبايه، بكون قاعد على الكنبايه، وكانه قاعد على الكنبايه قبالك. هذه من تقنيات الواقع الافتراضي التي تعتمد على شبكه الفايف 5G. المشكله انها بينت عدنان وريما. شو يا اذا الفي ار مش جديده على هذا الكلام اللي سمعناه. طيب الاتصال بالانترنت المحسن وشبكه الهاتف المحمول يمكن ان يؤدي وجود اتصال انترنت اكثر موفقيه لزياده عدد المستخدمين الذين يحاولوا يختارون ممارسه العاب من خدمات البث السحابي. وحكيتها قبل شوي، قلت لك انه ما راح تنفع تقنيه الكلاود اذا ما كان في اتصال انترنت قوي يصير استجابه سريعه، لانه مش منطق انا اشبك على الكلاود واروح اضغط على الزر يا ديدح ولاقي الاستجابه بعد ثانيتين ثلاث، ما راح حدا يلجا او يلعب هاي اللعبه. الذكاء الاصطناعي، هون الجمال في الموضوع، هون الخطر. لما يدخل الذكاء الاصطناعي معناته اليوم في مصيبه، مش محسن، في مصيبه. ليش؟ لانه هذا الذكاء الاصطناعي الان بصمموه انه ياخذ احسن مكان البشر، مش هيك؟ ينسى يعمل بصمه من الانسان نفسه اللي قاعد يلعب. يعني بيقدر هذا الذكاء الاصطناعي يحللك من خلال لعبك انت شو شخصيتك، انت بتخاف من كذا، انت بتحب كذا، هذا اسمه اختراق للخصوصيه. طبعا هذا اسمه اختراق للخصوصيه، معنى ذلك انا شخصيتك بقدر استنسخها بالضبط، سلوكك، كلامك، حركاتك نفسها. وهذا اللي بتناقشه اليوم الامم المتحده بخطوره استخدام، هلا صار طبعا في من ضمن المواضيع اللي بتناقشها الامم المتحده هي ايش؟ تكنولوجيا الاي اي ومخاطرها على المجتمعات، لانها صارت تشكل خطر. كان في شركات بتطلع الاي اي احسنت تشتري يعني انت مثلا بدك مصاري تعال بيعنا بين الحقوق تاع الجزء. نعم نعم، ولحد الان حتى الان يعني هاي كلها شباب بالنسبه للشكل وغير الشكل، بس هلا بقول لك انا الذكاء الاصطناعي صار يفسرك مين انت، شو ميولك، شو بتحب، شو من اللعبه، هل انت بتميل للعنف ولا بتميل للسلام وهكذا. الان قد نجعل هذا الشخصيات التي تتحكم شباب التي يتم التحكم فيها بواسطه حاسوب في اللعبه اكثر واقعيه، الذكاء الاصطناعي راح يضيف لك واقعية أكثر بس مخاطره أكثر. يعني كأنك بتلعب مع بشر حقيقيين. بس هم الذكاء الاصطناعي. أحسن، زي اليوم عندنا مش زيها. تكن حاطط لك تكن، لعبة تكن. حاطط لك شخصيات حقيقية، زي مين؟ زي رامبو، تعرف رامبو؟ سلفستر ستالوني الممثل تبع رامبو. ممتاز، جايب لك إياه نفسه. أرنولد شوزنجر تبع الروبوت هذا ترمينيتر. لا ألعاب المصارعة. بتجيب شخصيات حقيقية طبعا، لعبة فلوس حبيبي، مدفوعين فلوس. مش لعبة يعني. ايه؟ ترمينيتر تبع مين؟ ارنولد. والشباب الناس اللي تكن الناس ضلوا في ارنولد، ضلوا في ذبحته، وهو ماخذ فلوس حبيبي على كل شخصيه هو مسمح لهم باخذ لهم 200 300 الف. نرجع لموضوعنا. ممتاز ممتاز. طبعا الار تي اكس لحد الان السلسله شو واحده تيجي توصل 80؟ 90؟ 40 90 وصل؟ ممتاز. طيب رسومات اكثر واقعيه، فاصبحت الرسومات اكثر واقعيه. المستقبل بقول لك المستقبل انه صورتك انت كشخصيه مش تختار من ضمن الشخصيات، لا صورتك وشخصيتك وطولك وحجمك راح يكون ظاهر في نفس اللعبه. وطبعا هذا عليه خطر لانه هذا ممكن يصنعوا من مجسمات. في عندك برامج حبيبي يصنعوا. تخيل كيف ستكون العاب الحاسوب عام 2050، شو تتوقع؟ بتوقع شيء زي يعني شيء يعني شيء تتوقع ايش؟ احسنت. توقع انك انت تصبح شخصيه حقيقيه وتفاعلك هو الصحيح. ونشكر الدكتور رامي قبل 30 40 سنه لما عمل الفيرتواليتي، فاحنا نشكره. ليش؟
انا بتوقع زي ما قال عبد المالك انه اللاعب نفسه ينعمل له سكان شخصيته تدخل اللعبه ويصبح هو اللي التقط الثمار، هو اللي يمسك السيف، هو اللي قاتل بالضبط زي كانه شخص من شخصيات او شخصيه من شخصيات اللعبه داخل اللعبه. على فكره الامريكان استبقوا الاحداث وعملوا فيلمين قبل هيك بانه في ناس قاعده تلعب لعبه وسحبتها الى فعلا احسن. بعدين بالصباحيه ان شاء الله عندنا هنا واحد لسه بصحى. خلينا تقنيات الالعاب، عندما تفكر في شراء تقنيات الالعاب ركز يا السلاوي. من المهم مراعاه مزايا وعيوب كل خيار، سيكون لكل نوع من تقنيات الالعاب مزايا وعيوب محدده تم تلخيصها بالجدول. اطلع علي. يمكن ان توفر اجهزه الحاسوب الشخصي اداء ممتازه مع دقه عاليه ومعدلات اطارات تسمح بتجربه العاب اكثر شمولا.